بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده الحقيقه مليئه بالابطال، ما عندناش وقت للاخبار، ما عندناش وقت لاي حاجه، لان النهارده معانا مجموعه من الابطال العالميين اللي الحقيقه منتظرهم ان شاء الله يعني سنتين جايين او ثلاثه باذن الله لغايه ما نوصل لباريس. منتظرهم ان شاء الله المزيد والمزيد من البطولات اللي هيحققوها المصري باذن الله في الوقت اللي كورونا خلاص يعني عدت بسلام، او يعني خلاص بدا العالم ينفتح تاني على الرياضه، ده وقتهم ان شاء الله، ومحتاجين كل ميداليه باذن الله يجيبوها لنا لغايه ما نوصل لباريس 24. هيكون معانا النهارده مين؟ هيكون معانا حبيبه ماجد صاحبه ذهبيه الدوري العالمي للكاراتيه فئه اولى، هتكون معانا، يمكن هي الوحيده اللي خارج بطولات البحر الابيض المتوسط. هيكون معانا كمان اسراء اويس صاحبه فضيه الوثب العالي في البحر الابيض المتوسط، وهيكون معايا النجمين كبار دلوقتي معايا في الفقره دي، هيكون معايا الكابتن ايهاب عبد الرحمن نجم مصر رامي ربح ونجم النادي الاهلي، واللي استطاع انه يفوز بالميداليه الفضيه يعني بعد طبعا البرتغالي في المركز الاول، ولكن ايهاب يعني كان بيحاول بشتى الطرق انه يرجع. انتوا عارفين طبعا ايهاب ليه يعني ازمه كبيره حصلت هنستعرضها معاه، بس خليني في البدايه ارحب بايهاب. اهلا بيك ايهاب، منورنا. ربنا يخليك كابتن، والف مليون مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا رب. بنرحب بنجم اخر، نجم يعني عرفناه لحضراتكم اكتر من مره، واحد من الشباب الواعدين اللي ان شاء الله منتظرهم باذن الله مستقبل في باريس 24، ونحط عليه امال كبيره. معانا محمد مجدي حمزه لاعب دفع الجله، واللي استطاع انه يفوز ببرونزيه البحر الابيض المتوسط بفارق 2 سنتي عن صاحب الفضيه. اهلا بيك يا محمد. الله منورنا ومنور قناه الاهلي. الله يخليك. وبالمناسبه كمان مش محتاج اقول ان هم لعيبه النادي الاهلي، يعني طبعا ده حاجه مفروغه منها. اجي لك لايهاب. ايهاب يعني انت اسعد واحد بالمدينه. والله انا مش انا مبسوط طبعا ان هي بدايه ليا دلوقتي، اعتبر ده تاني او تالت ماتش ليا من اول الرجوع ليا، ان انا ماتشي تبع المنتخب وكده دولي، فانا مبسوط ان انا الحمد لله ربنا كرمني فيه وخدت ميداليه. بس برضو انا جوايا احساس اللي هو انت الذهب برضو كانت هي، انت زعلان شويه وانت بتستلم. لا انا زعلان جدا بصراحه، هي انت عارف حاجه كده، احساس ان انت احسن كتير، انت جاهز انك ترمي، بس هو حصل شويه دروب في النص كده بعد كينيا. كنت انا في كينيا رميت 83 89 ده رقم اكبر من اللي جايبه بالظبط. اللي جايبه الاول جايب 82 سنتي، 82 متر 23، انت جايب 83 بالظبط، وكنت احسن كتير جدا، بس جه في النص حصل لي تعبت شويه وقعدت لي كام يوم كده، دخلت المستشفى وحاجات زي كده، فحصل كام زي دروبات كده، بس الحمد لله الحمد لله دلوقتي انا احسن كتير وبدات ارجع، واتعلمت من الماتش ده من كام نقطه كده، كام اخطاء اللي كانت موجوده قدرت ان انا اعرفها، فده كان بالنسبه لي خطوه كويسه لبطوله العالم، ان انا هدخل ابقى عارف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي اقدر اشتغل عليها ال 15 يوم اللي باقيين. طب قول لي يا ايهاب، يعني برضو الناس بتتساءل، انت كان في بطوله البحر الابيض المتوسط اكيد معاك منافسين عالميين، ما انت طبعا في ايطاليا موجوده، في فرنسا بالزبط، في صربيا، يعني دول عظمى في الرياضه بالزبط. مين كان معاك من المرشحين او اللي هينافسوك في بطوله العالم او حتى في باريس 24؟ هو كان في هو كان في اثنين هم يعتبروا اقوى اثنين موجودين، اللي هو البرتغالي، وهو رامي السنه دي رقم قوي جدا، رامي 84 حاجه او 85. في تركي، بس تركي كان مصاب، بس هو البرتغالي اللي يعتبر هو الكويس يعني. صحيح، والفرق بينك وبينه يعني انت رقمك بتجيب، انت بتقول انت رميت في كينيا. انا لعبت معاه في كينيا، لعبت معاه قبل كده في كينيا، ولعبت معاه قبل كده دايما. سبحان الله والتوفيق. سبحان الله التوفيق يعني. بس معلش انت ربنا كتبها كده، انت يعني مكافح يعني يعني انت قبلتك مطبات يعني سنتين الايقاف لوحدها تخلص على اي لعيب؟ اربع سنين يعني كمان انا اسف كمان اربع سنين ايقاف تخلص على اي واحد؟ والله هيك انا حمد ربنا على اي حاجه، انا بجتهد وبعمل اللي عليا، وانا عندي امل وعندي هدف، وان شاء الله ربنا اكيد ربنا هيقف جنبي ويساعدني ان انا اوصل يعني. بس انت خس يا هاب السنه دي. انا كل سنه بحاول ان انا يعني تنزل احسن من الاول، بقى احسن من الاول بالظبط، بحاول ارجع واحده واحده، والحمد لله ماشي على الطريق الصريح الصحيح يعني. لا صح، هو ناقص لي حاجات خفيفه كده ان شاء الله، معسكرات بره والحاجات دي كلها، بس طبعا الظروف هي اللي مش سامحه ان احنا نسافر يعني. ان شاء الله، وان شاء الله يعني تأدي اداء كويس في بطوله العالم وهنتابعك ان شاء الله، وهنستناك هنا كالعاده بالميداليه ان شاء الله. محمد اجي لك، يعني ان شاء الله انت اديت اداء كويس جدا، انت من اللعيبه اللي ستايلها حلو في دفع الجله، ستايلك حلو ما شاء الله، انت بس ركبتك شويه وبتاع الازمه دي، بس احنا كنا قايلين عليك العضله الاماميه فاكر او حاجه زي كده. لا هو اللي حصل ان احنا اول ما رحنا هناك كانت اول تمرينه في الجزائر، احنا وصلنا للماتش بدري جدا يعني، واصلين حوالي انا للماتش 8 ايام تقريبا
ده حسب التفويج. لا هو لا هو كان هو طلب. كان هي كانت في طياره خاصه خدت كل المنتخبات مره واحده. ممتاز. فاحنا طلعنا معاهم في الاول يعني. ممتاز. فمهم اول تمرينه وانا برمي عادي جدا حصل طلعه جامده جدا في السمانه. ايوه احنا وقعت قبل مصيتنا بقى كانت طلعت شويه بترب. لا 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 هي لا هي كانت يعني هي الفكره ان هي هو في حصل لما رجعت عملت سونار في مشكله طبعا. ايه بقى المشكله؟ هو مزق بس كبير شويه فهو واخد يعني موقف العضله خالص يعني. هو يعني انت لعبت بالمزق؟ اصلا هو يعني صح انا ما كنتش بلعب وانا اخويا ما كنتش بلعب يعني انا كنت لحد قبل الماتش بيوم احنا كنا بنتكلم يعني اللجنه الطبيه بتاعتنا كانت بتحاول على ما تقدر وبتاعت الجزائر هي قالت لي اصلا قالت لي ما تلعبش يعني قالت لك انت حالتك دي مش هتنفع. مش هتنفع فانا قعدت انا وكابتن ياسر وكان في كابتن محمد عباس مدرب بسنت وقعدنا يوميا بقى نربط هنا نشيل من هنا لدرجه ان احنا جبسناها يعني خليت مشي رجلي ما اتحركش خالص. في الاخر قلت لهم هلعب ماتش خلاص بس انا اهم حاجه بقى ايه عايز اجبسها جامد جدا بحيث ان هي ما تتحركش كان السمانه مش موجوده. يعني هلعب رجلي واحده خلاص. لا حول ولا قوه. ففعلا ده اللي حصل ونزلت ووجعتني جدا في اول محاوله وثاني محاوله تاني بس ما اعرفش والله يعني لقيت نفسي عايز انا عايز اكمل خلاص حسيت ان انا عايز اكمل ففي اخر حتى كنت بنزل فيديوهات على الانستجرام على التدريب والشغل اللي بيشتغل مع الجهاز معاك. احنا يوميا صبح وبالليل يعني اصلا يعني احنا ما كناش بنتمرن انا اتمرنت على نفسي. انت عمال مركز في السمانه. انا عمال صبح وبالليل مركز في السمانه عشان الحق الماتش بس مش اكتر يعني. ده انت بطل انت تجيب بقى بطل فوق العاده. فهو الحمد لله حتى جت في المحاوله السادسه يعني اخر المحاوله خالص يعني انا كنت خامس اصلا وفرق 2 سم عن الفضه يعني انت عامل رقم. هي اصلا دي عرفتها بعد الماتش مثلا ما روحت الاوضه مثلا بس هي الفكره كلها ان انا كان ايه يعني انا كنت مبسوط بالميداليه لان هي فعلا جت يعني بظروف صعبه وعرفت اكتر لما انا وصلت هنا يعني وصلت هنا ولقيت بقى اكتشفت على اصابه مش سهله حتى لما اكتشفت عليها الدكتور بيقول لي يعني انت لعبت ازاي؟ انت لعبت؟ قلت له لعبت طب لا وريني الفيديو بقى. طبعا طب انت طب طمنا عليك الاول هو يعني السمان انت عندك دوت عالم ان شاء الله مسافرين لحد بالسلامه باذن الله لامريكا الوضع ايه؟ هو الوضع دلوقتي يعني ان انا يعني بنحاول نفكر ان انا العب بنفس الطريقه يعني ان انا اربطها جامد والعب لكن هو طبعا هي تخف فبطوله العالم دي صعب يعني يعني انت هتلجا بس هو يعني لسه بنحاول نشوف الدنيا هتقف لحد ممكن تبقى احسن ممكن تروح ممكن تبقى احسن وممكن في الاخر اخد قرار يعني لسه القرار ما بقاش نهائيا يعني. طب انت برضو كل يوم بتعمل نفس البرنامج بتاعك والعلاج والثلج والجلسات وكل شيء يعني هو اصلا هناك يعني حتى في الجزائر يعني كان يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجه في الحته الميديكال يعني طبعاً. لو اللجنه الطبيه اللي عندنا كانوا مثلا ايه هو تمام اوريدي بس انت اوت اوف هوم تلج ويربط كل حاجه تمام لكن إيه مثلا كنا عايزين محتاجين سونار ما فيش سونار طبعا دي مش هنروح بيه يعني طبعا في حاجات كتير كانت مش متوفره فانا قعدت كل المده دي ما اعرفش عندي ايه بس بحاول الالم لكن انا يعني حتى اعتقد ان انا كان في سونار هناك وعملت كشف سونار وكنت هلعب ماتش. طب بقول لك احمد ربنا ما كانش في سونار. لو كان في سونار كنت هتشوف المنظر اللي شفته هنا هتبقى اكتر. انت كل اللي كنت هناك بتقول يمكن شد ولا حاجه ولا شويه برد. هو كله كان بيقول لي كده اللي هو ايه يلا بلاش بلاش لكن انا نفسي كنت عارف اللي فيه يعني هي كانت لا كانت خلي بالك انت 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 عملت عمل بطولي الحمد لله والله العظيم مش هزار. السمانه شايله الجسم كله. لا وهي كمان الشمال دي اللي عليها الارتجاز اكتر في الجله يعني هي اللي بتولد السرعه اساسا انا بزق بيها فهي كانت مهمه بالنسبه لي بسم الله ما شاء الله فالحمد لله الحمد لله. طب قول لي انا عايز اتكلم معاكم في حاجه وابتدي بمحمد يمكن مسانده الجماهير الجزائريه يمكن احنا طبعا شفنا ده في ماتشات كتير بس انتوا كلاعيبه في الملعب حسيتوا بيه ازاي؟ يعني انت امتى قلت ان الجمهور الجزائري بيشجعني او بيأزرني؟ امتى؟ انا اصلا انا كنت بلعب اول يوم فانا ما دخلتش الملعب قبل ما اشوف المنظر الجمهور ده يعني فلما جيت دخلت بقى الماتش بتاعي كنت اول مره اخش الملعب فاتفاجئت يعني الصوت كان عالي جدا لدرجه انا ما بسمعش المدرب يعني زي ماتشات الكوره بالظبط يعني انا دخلت يعني برايح كان هو كان كابتن ايهاب وكابتن ياسر اللي واقفين قدامي ورايح اكلم معاهم لازم الزق كده عشان اسمعهم بيقولوا لي ايه زي ماتشات الكوره وبعدين جم بقى في المحاوله الثالثه لما قالوا لي بحاول وكده لا بداوا يشجعوا مصر وبصوت لا يعني الصوت كان جامد حسيت ان انا بلعب كوره مش بلعب والله العظيم. طب يعني حاجه جميله جدا طبعا يعني احساس شفنا ابطال لينا كلنا طالعين بالعالمين العالم المصري والعالم الجزائري لا هم اصلا يعني حتى احنا استقبالنا كان حلو كل حاجه كويسه هناك معانا يعني حتى لو في تقصير في حاجات موجوده مثلا بعلاقه مواعيد او كده او ملعب تنظيمين عادي حتى كنت هبقى لك في مشكله كانت في التمرين برضه هناك يعني لكن مع ذلك هو كان يقول لك اللي احنا في ايدينا هنعمله لكم دلوقتي وخلاص حتى لو بالظبط حاجه مش مقصوده بتحصل في اي حته مش مقصوده ولكن يكفي مشاعر الاشقاء في الجزائر حاجه جميله جدا طبعاً جدا طبعاً جدا طبعاً. يعني برضو ايهاب انا عايز اسال انت لما نزلت رميت الرمح والحمد لله خدت فضه وبدات تطلع على المنصه كلمني عن الجمهور الجزائري عمل ايه؟ والله بص انا اقول لحضرتك انا
انا اول مره في دوله عربيه اشوف كده بصراحه. فعلا الجزائر الشعب الجزائري عندهم وعي بالعاب القوه، يعرفوا يعني ايه العاب قوه. برافو. فكان حتى طريقه التشجيع هم عارفين ازاي يشجعوا، يعني حتى تلاقي المدرجات كلها في نفس الوقت، مش مدرج ومدرج، مش مدرج بيشجع ده وده، لا لا يعني مثلا اي حد يطلب التشجيع مثلا تلاقي كله مع بعضه، اللعيبه المصريه كله مصر مصر مصر، تلاقي الاستاد كله مليان على اخره وما بيقولش غير مصر. صعب بالاسم يا جماعه، بالاسم وساعات ينادي باسمك، انك باسمك. فدي كانت حاجه كويسه جدا. طب تقول ايه انت للشعب الجزائري العظيم ده، تقول له ايه؟ والله احنا بنشكرهم طبعا، نشكرهم على الدعم والمسانده اللي هم قدموها لنا واحنا موجودين هناك. ويمكن انا هخلي كمل كلمتك وهنعلق على الصوره دي، بس كمل كلمتك اتفضل. وهم كانوا، والميزه اكتر ان هم عارفين اللعيبه بالاسم. ممتاز. فهي دي كانت برضو كانت المفاجاه لينا، وعارفين السي في بتاع كل واحد. بس ده برضو قليل ان هم عندهم برضو يعني العاب القوه قويه جدا، وعندهم ابطال اولمبيين كتير. فهم فاهمين يعني ايه العاب قوه، فاهمين يعني ايه رياضه، لدرجه بره الاستاد انت بتشوف الزحمه والناس داخله كانوا ماتش كوره. انا كنت بقول اكيد هم مش جايين يلعبوا قوه، هم اكيد رايحين سباحه. والله بجد اصل احنا جنبنا كان حمام السباحه، فقلنا اكيد رايحين سباحه. متاكدين يا جماعه انتوا جايين لنا؟ دخلنا جوه حضرتك دي العاب قوه سيادتك. انا وانا بتفرج على مجدي انا كنت مذهول. احنا زمان كنا بنروح نيجي نقعد مثلا على الكراسي عشان نتفرج على اللعيبه، فالدنيا فاضيه بتقعد في اي كرسي انت عايزه. انت هنا لو لقيت كرسي فاضي يبقى انت زي الفل. طب يعني الصور اللي احنا شفناها من شويه والجماهير بتلتقط، انت بتلتقط صوت معاهم، انت يعني واضح ان يعني انت رايح تاخد الصور دي بحب، انت مش انت مش عايز طبعًا. انت عايز تتذكر هذه اللحظه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. هي احسن وقت لما بيجي حد يقول لك صوره، انت ساعتها بتحس بالانجاز اللي انت عملته، وبتحس ان تعبك اترجم لحاجه كويسه. ويمكن برضو محمد نفس مجدي يعني انت طب يعني كلمنا عن الجماهير الجزائريه وتحب تقول لهم ايه؟ ولا لا يعني بيقول لك هي ظهرت معايا كده في الرامي الرابعه، يعني في المحاضره الرابعه معايا المؤازره الشديده. لا لقيت مره واحده كلهم بيقولوا مصر، وما اعرفش بقى يعني مثلا هم قاموا نفسهم كده ولا لا متابعينك. بس لقيتهم متابعينك وحسوا بالموقف اللي انت فيه، قاموا مصر. لا وبعدين لا صوت كان بيرج يعني انا قبل كده ما مريتش بحاجه زي كده، بحاجه زي كده بصراحه. يعني تقول لهم ايه؟ لا لا والله بجد يعني بشكرهم على الدعم من اول السفريه لاخرها، حتى لكل البعثه، لكل لعيبه يعني. يعني ما حسناش ان احنا في بلدنا برضه يعني. صحيح. واحنا بنشكرهم وكمان بضم صوتي بصوتكم، وبنشكر الجماهير والشعب الجزائري على المؤازره الكبيره لفرقتنا، ويمكن او فرقنا او منتخباتنا، وده مش غريب على الشعب الجزائري المضياف. نشكرهم وان شاء الله باذن الله يعني بلدهم مصر بترحب بيهم في اي وقت اكيد. طب خلينا نتكلم عن بطوله العالم القادم، يعني يمكن دايما الجماهير عطشانه وانتوا بتلعبوا في الاهلي، يعني بترمي البطوله ورا ظهرك بتبص في القادم. بطوله العالم، انت روح لمحمد، يمكن انت شايف ان بطوله العالم منافسه قويه، يمكن كل بقى العالم جاي، وابطال امريكا ومعرفش روسيا بقى والحاجات والدول اللي ما بتطلش على البحر المتوسط، شايف احتكاك كويس ليك كبحر متوسط؟ لا بتكلم عن بطوله العالم. لا طبعا يعني هو ده توب بتاع كل بتاع اللعبه يعني ده كاس العالم كره القدم كده، نفس الفكره عندنا. هو حدث بيبقى كبير، وبعدين هو كمان في امريكا، وامريكا بتقدر جدا العاب القوه، العاب القوه والرمي كمان يعني حتى الرمي هم طبعا في الجري جامدين جدا. بس هو كرمي بيلاقي جمهور، وجمهور قوي يعني. لا طبعا هتبقى اكيد تجربه مختلفه. وكمان رحت انا لعبت في الملعب ده قبل كده، يوجين فعلا. 2014 بطوله عالم برضو عملت فيها رابع، كانت ماتش قوي بالنسبه لي يعني، وشفت الدنيا عامله ازاي. بس هم دلوقتي جددوا الاستاد، فالموضوع مختلف يعني. صحيح. بس ان شاء الله يعني التوفيق بقى لنا كلنا. ربنا يكرمك يا رب ويهدي لك السمانه كده. هو ده يعني يعني قول يا رب، يا رب يخف عليك الالم واي حاجه يا رب، وتبقى جاهز ان شاء الله. ودي مش غريبه على العاب القوه، انتوا بتحدوا الصعب، بتحدى نفسك، بتحدى الاصابه. فيعني انا بهنيك على كده. ونفس الكلام يعني الإيهاب، انت بطوله العالم انتم مسافرين لحد ان شاء الله. ان شاء الله رحله طويله بقى جدا عقبال ما توصلوا. البطوله هتنطلق امتى؟ يوم 15. 15 احنا بنتكلم يوم الاحد، يعني انت هتبقى 3 4 ايام قبل البطوله. بالظبط. 3 4 ايام يعني يا دوب نوصل يعني، على بال ما نكمل لما ناخد المشوار يعني. اكيد. طب انت متابع اللعيبه اللي هتلاعبهم؟ سيبك من البرتغالي اللي طبعًا. انت لعبته. طبعا متابع اللي هتلاعبه. هي بطوله العالم مختلفه تماما عن اي بطوله. انت بطوله العالم دي زي ما مجدي قال هيك اعلى حاجه، لا زي ليفل الوحش كده. انت رايح هناك مش قادر تتوقع حاجه، ومش قادر ممكن واحد يبقى طول السنه احسن حاجه صح. ويجي في البطوله ما يبقاش موجود. مش موجود. هي معتمده على الاجهز، التوفيق والتوفيق. التوفيق رقم واحد والاجهز. التوفيق يعني طبعا. فطبعا انت 32 واحد بيلعبوا، 32 واحد بيكسروا في بعض عشان ياخدوا 12،
بعد كده 12 بيكسروا بعض عشان 8 بعد كده 8 بيكسروا عشان 3. انت استحاله تلعب ماتش 32-1 انت هنا اقصى حاجه 10 مثلا بالظبط، فسهله رميه رميتين، انما انت هناك لا اعصاب تركيز ومحتاج كل رميه تبقى كويسه بالظبط، محتاج تركز في النظره حتى مش في الجاريه يعني في كل حاجه كل تفصيله في طب هسالك في سؤال يعني. انت لو جبت ارقامك العاديه اللي انت بتجيبها اكيد كل لاعب فيكم عارف ارقامه تمام. يعني بيخش التمرين انا هجيب كذا زي اي رياضه تمام. هو عارف هو هيعمل ايه بالذات انتوا لغه ارقام تمام. طب شايف يعني الارقام بتاعتكم العاديه تدخلكم في المنافسه بقوه؟ يعني انا لو رميت رقمي لو رجعت للتوب فورم بتاعي يعني اجيب ممكن اول تاني تالت في الثلاث الاوائل ممكن اول كمان ما شاء الله، خاصة انت برضو خدت التجربة دي في 2015 وخدت الفضة ما شاء الله يعني مش عندك الخبرات ولعبت اولمبيات يعني عندك الخبرات اللي تأهلك اصلا العالم اللي فاتت والاولمبيات اللي فاتت الاثنين كان هو يجيب ده عادي ما شاء الله رقم يعني الشخص بتاعه يجيب ده في الاولمبيات 87 متر الاول الاثنين الفضة وده وبرونز 85 في بطولة العالم اللي قبلها في الدوحة برضو 86 الأول ذهب 85 فضة برونز اللي جاب برونز 85 يعني أي حد هيرمي 85 86 هيرجع بميدالية ما شاء الله فهي الفكرة بالنسبة لنا مش بعيدة احنا قريبين جدا جدا بس عايزة توفيق وعايزة بقى لا نرجع بقى المعسكرات في المعسكرات مختلفة تماما معسكرات طب دي انت معسكر دلوقتي يا هاب انت لا طبعا معسكرين لا طبعا طب بتتمرنوا انت جاي من التمرين احنا بنتمرن ومحمد بالزبط. جاي من التمرين برضه ولا جاي من الجلسه احنا ما لا يعني دكتور هو انا لا لا هو يعني من 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 قبل البحر الاوسط لحد النهارده هو بتمرن تمرين خفيف جدا بس طبعا التركيز كله على السمانه الله يكون فيك يعني هي جت في وقت صعب بس حاول ربنا يكافئك الحمد لله ربنا يكافئك بجد يعني الميداليه دي طبعا انا كان نفسي في يعني حتى رقمي كان يجيب ذهب بس الفئه كلها هي جت بصعوبه فليها هيبقى ليها معزه خاصه عندي يعني احنا لما عرفت قصه الاصابه احنا جالنا ان انت عندك حاجه في ركبتك بتاع احنا شفنا فكرتها حاجه بسيطه الاماميه بتاع انما مزق في السمانه وبتلعب بيه ده المزق ما يخليكش تعرف تمشي مش ترمي لا ده ما خلاكش تعرف تمشي مثلا مصر يعني بعد الماتش هم خدوني باسعاف من جوه ملعب لحد الاوضه يعني طبعا يعني حتى هم ما برديوش يعني قلت لهم خلاص قلت لهم انا هرجع على الاتوبيس لا مش كل كده مش قادر تمشي وانت كان عندك حاجه في كوعك برده انا بدات السنه دي بعمليه يوم 15/12 عملت عمليه في كوعي الدكتور قال لي صعب ان انت تلحق الموسم ده بس الحمد لله قلت انا هحاول انا ونصيب بس الحمد لله قدرت ان انا اتعافى بسرعه جدا وربنا كرمني وادينا هو موجود يعني بس اللي عجبني فيك يا هاب ان انت مش بتتعرض لمطبات انت بتتعرض لحفر يعني تطلع من ايقاف 4 سنوات تخش بعد كده على عمليه النقل الاولمبيات انت ما عرفتش تتاهل بسهوله لان بالزبط. انت بتحاول تجيب نفسك مش لاحق مش عارف العب ورحت الاولمبيات ورجعت رحت داخل على كوعك وبعد كده يعني انت بتاخد مطبات شديده بس عاجبني فيك الاصرار والله اقول لحضرتك على حاجه هو انا سبحان الله ربنا بيوقف في طريقي حد يقدر ينصحني كويس يعني انا في كوعي ربنا كرمني بدكتور طبعا دكتور احمد ابو عبله طبعا حضرتك عارفه طبعا هو اللي نصحني وهو اللي وداني اعمل عمليه عند الدكتور مصطفى وهو اللي تابع معايا كل حاجه وانا بشكره جدا طبعا ودكتور النادي دكتور سامح علاج طبيعي طبعا سامح ظلام لا دكتور سامح علاج طبيعي سامح الهبكو بشكره جدا بصراحه يعني هو اجتهد معايا ان احنا رجعنا في 6 اسابيع صعبه الدكتور صعبة. كان بيقول لي انت 6 اسابيع دوك تقدر تفرد وتتني بس انما تلعب فقلت له ان شاء الله نقدر وبتاع فبعد 6 اسابيع بالظبط كنت بلعب ماتش جمهوريه تحدي والله زي ما بالظبط محمد مجدي عمل يعني تحدي اصابه برضه دكتور ابو عبله برضه دكتور احمد لا دكتور احمد تحديد الخط ده ده سبونسر ده انت حقيقة من نادر ما تلاقي دكتور يبقى صريح معاك هو الدكتور يقول لك انا لما رحت للدكتور احمد انا كنت قلت خلاص انا مش هرمي تاني او مش هعرف يعني دكتور احمد قال لي لا تعالى في دكتور مصطفى محمود هو ما تقلقش وما تخافش دكتور مصطفى هيعمل لك كل حاجه وفعلا دكتور مصطفى بصراحه يعني عمل العمليه بشكل انا كنتش متخيله خالص انا كان دراعي ناقص 35 درجه مش جايب الانجل الطبيعيه اللي بالظبط 35 درجه انت بتتكلم في من 180 ل 85 انت ايدك بتفرد فيه 35 درجه كده بالظبط دراعي كان كده بالظبط فدكتور مصطفى نتيجة التنس إلبو كان عظم زيادة فشاح الوتر فقفل قفل كوي خالص قفل مفصل
دكتور مصطفى بصراحه عمل لي عمليه وتابعني عند النهارده بيتابعني هو دكتور احمد، وبصراحه كان معايا خطوه بخطوه لعند حتى بعد البطولات دايما طب انت كوعك في ايه انت عامل ايه يا اخي انتوا بتحرجوا كل الالعاب بالتحدي اللي عندكم ده والله العظيم والله العظيم ده احنا متدلعين في الالعاب الثانيه اللي انتوا بتشوفوها يا جماعه في العاب القوه محدش يشوفه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا العلاج الطبيعي انا عملته على الفرد بس ما عملتش على الثاني، يعني انا بعرف افرد دراعي بس ما اعرفش اتني دراعي لا عشان ما عنديش وقت وكده، ف انا عايز افرد عشان اخد الرينج عايز افرد اتني بقى دي في البيت في حياتي العاديه دي بعدين بقى اشوف قصتها ايه بعد ما والله بجد بطل بقى. يعني انا فعلا انا عندي دراعي اليمين افرده على اخره تمام اتني ما اعرفش يتوجع احس بوجع، فقلت للدكتور بص طالما انا برمي ومش موجوع اخلص الموسم ده كله وبعد كده نرجع نكمل العلاج الطبيعي. والله بتدوني دروس، انا بسمع منكم دروس والله العظيم. لما لاعب يعني بيلعب وبطل اولمبي وبطل كبير وبطل عالم وابطال عالم قاعدين قدامي، واحد بيلعب ماسك في السمانه وبيلعب وبياخد ميداليه، ما انا معلش انا ممكن ايه اروح انا العب سلام عليكم انا ماشي، لا ده بيفايت لغايه ما جاب ميداليه وانت رايح كوعك ما بتتنهوش ويعني والله مش قادر يتني كوعه وبيقول لك الحمد لله طالما بقدر افرده لا تسالنا عن الثاني دلوقتي بالظبط. ايه يا جماعه ده؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، هي حتى مجدي ممكن يعني يكون معايا فيها اكتر حاجه، اكتر لحظه انت بتبقى مبسوط فيها لحظه الفوز صحيح، ولحظه لما العالم بيترفع صح، ولحظه لما الناس كلها تقول ده فول مصر كسب صح، يعني فرحتنا والجمهور كله المدرج ما يبقى مليان كامل صعب ننساه اصلا يعني. بقول لحضرتك من المدرج يعني بقول لحضرتك ملعب كامل اكنه ملعب كوره بالظبط، ملعب كبير جدا مليان على اخره وكله مصر مصر مصر، ويرجع يناديك باسمك ويرجع يناديك بمصر، فده انت بتحس ان ده بالظبط ده بيحس ان ده خلاص انا ده تعبي ده اللي احنا عايزينه. انا بجد ما عنديش كلمه اقولها والله العظيم غير يعني بجد، وانتوا ولا بتاخدوا ملايين مثلا اقول ولا بتاخدوا حاجه يعني ما بتلعبوش للماده مستوره الحمد لله، الحمد لله. ولكن انا بتكلم على الانتماء والحب وحب العلم وحب اسم مصر انه يبقى مذكور في كل مكان، ده في حد ذاته يعني انا مش قادر اقول قدامه حاجه الحمد يعني لله، غير ان ربنا يوفقكم ربنا يخلي حضرتك والله بجد والله ربنا. طب خلينا اتكلم عن الدعم تمام، الفاسيلتي اللي بتوفر لكم دلوقتي الـ 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 الامكانيات، انا عارف ان هي لسه مش احسن حاجه تمام، ولكن في بروجريس في احسن يعني الدنيا بقت احسن شويه، هل انا شايف كده برؤيتي انا كراجل متابع، هل الكلام ده صح؟ الكلام ده صح بالنسبه لي 100% في حاجات كتير، يعني اول حاجه احنا دلوقتي بقى في شركات رعايه بقت موجوده دلوقتي زي روابط، فده كان بالنسبه لنا جمال بالظبط، ده ما كانش موجود عظيم. عظيم. ده ما كانش موجود. دلوقتي النادي الاهلي طبعا موفر حاجات مش عايز اقول لحضرتك اكتر ما احنا متخيلين، استاد القاهره دلوقتي احنا بنتمرن كلنا في استاد القاهره، مأجر استاد القاهره لينا للرمي، العقود بتاعتنا، العلاج الطبيعي والعلاج زي ما قلت لحضرتك دكتور احمد دكتور سامح يعني احسن الدكاتره كلها، فانت خلاص الاتحاد الوزاره اللجنه الاولمبيه دلوقتي بدأنا نشتغل في منظومة أحسن بالظبط، هي كانت ممكن تكون الفترة اللي فاتت دي واقعة شوية بسبب ظروف الاتحاد والكلام ده ما كانش بالظبط، ما كانش في استابيليتي وكمان كورونا ما كانش في حاجة، فكان كنا مقتصرين على النادي وشركة الرعاية هم الاثنين اللي واقفين في ظهرك هم اللي بيساعدوك وهم دلوقتي الدنيا بقت أحسن في الاتحاد، المجلس الجديد جه وبدأوا حطينا الخطة وبدأنا دلوقتي نشتغل عليها وبدا خلاص بقى الدايره كامله، النادي الاهلي وزاره لجنه اولمبيه شركه رعايه كلهم دلوقتي بيدوروا ازاي نعمل نتيجه نوصل الابطال بتوعنا الحاجه ل 2024 في باريس، ازاي احنا محتاجين ايه واحنا عايزين ايه، فدي كانت بدايه كويسه جدا ان هم بداوا خلاص جابوا اللعيبه وقعدوها، ده لا من ساعه ما رجعت من بعد الوقف بتاعي ما حصلش ان احنا نجيب اللعيبه ونقعد ونتكلم وكل واحد يكتب طلباته في ورقه وتتوافق عليها الخطه بتاعته، دي ما شفتهاش لسه، شايفها لسه بدا اشوفها السنه دي يعني، فانا بشوف ان الدايره دي طالما اكتملت يبقى ان شاء الله اكيد ان شاء الله هيبقى في نتائج احسن بكتير. طب خلينا نشوف برضو راي محمد يعني شايف الدنيا ازاي، اكيد طبعا احنا عايزين نعمل لكم احسن حاجه اكيد في البلد اكيد، بس طبعا الدنيا بتمشي للاحسن، شايف الدنيا ايه يعني، هل مثلا من 5-6 سنين الوضع زي دلوقتي ولا دلوقتي احسن؟ هو دلوقتي اكيد احسن، ممكن مش بالدرجه الكافيه بصراحه يعني، بس لا احسن كتير، هو يعني في حاجات ثابته الحمد لله، يعني مثلا لو احنا بنتكلم على النادي الاهلي لا هو ما بيتاخرش في حاجه، بس انت بتبقى عايز يعني العوامل كلها تكون متوفره، يعني هو النادي الاهلي بيوفر فعلا عقود اي اصابه رعايه طبيه الحاجات دي ادوات الحاجات دي،
بس انت برضو معسكرات الحاجات دي برضو ما بقاش النادي الاهلي بس هو اللي شايل، لازم الوزاره وكده، شركه الرعايه وكل الكلام ده طبعا. وهي اللي يعني معسكر مش على قد ما هو بتمرن، على قد ما العب ماتشات كتير يعني. نعم. فده يعني بحس ان يعني دي حاجه ناقصه ولازم تبقى موجوده قبل الاولمبيات يعني. حلمك ايه؟ نفسك في ايه واحنا قاعدين دلوقتي؟ هي الاولمبيات يعني. يعني طبعا الواحد بيحب يطلعها ستيب باي ستيب يعني. لا حلم، احنا بنخبط فوق على طول. بس هو منى هو جد والله فعلا يعني، اللي احنا شفناه السنين اللي فاتت من مثلا واحد يعني، هو حتى في الدوحه في الرمح يعني، في الدوحه كان في حد طالع بيقول لك انا اللي هو عامل اول في 10 دول اسمها ايه صراحه؟ جرنادا. حاجه كده يعني، هو كان طالع بيقول لك انا كان كل املي اعمل اخش نهائي، بيقول لك يا رب اخش نهائي. جاب دهب حتى مش ميداليه. خبط على طول فوق. ده اللي قصدي عليه، قصدي ممكن واحد يكون متاهل بصعوبه جدا وبالمعافره بعد كده يروح هناك فاينل ذهب. فبحس ان هو يعني ما فيش حد محتاج يبقى انا اول رانك طول السنه عشان اقول يا رب عشان اجيب ذهب. لا، واحد بيتمرن وكده، وممكن في الاخر تلاقي فيه ميداليه اولمبيه موجوده لاي حد اي لعيب فينا ان شاء الله باذن الله يعني. ادعي ادعي ربنا يا رب دايما يعني، دايما اسال الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجه بعيده عن ربنا يعني. بالظبط، اسال الله التوفيق. انا شايف في عينيكم الاصرار ونفس الكلام. طب انت حلمك ايه؟ انا حلمي في الميداليه يعني، انا بعمل ده كله ومستحمل ده كله عشان ربنا يكرم الميداليه اللي اتدرب فيها بصراحه يعني. من زمان انا كان حلمي ان انا اكسر رقم الاولمبي واجيب الميداليه في 2016، وكنت على مقربه منه جدا يعني. كنت معلش قدر الله هو كان الرقم 90 90 30، وانا كنت برمي الرقم ده في التمرين عادي في 2016. فده حلمي لحد دلوقتي، ان انا مستحمل ده كله عشان ربنا يكرمني ان انا اوصل للنقطه دي يعني ان شاء الله. وبعدها بطل بقى حلو قوي كده. يعني طب خلينا اقول انه انت كنت واصل للتوب فورم وبعد كده جه الايقاف. تمام. وكنت قريب جدا يعني، انت 2015 واخد فضيت عالم يعني، خلاص انت اقوى ثاني اقوى بطوله عالم في التاريخ. في التاريخ وقربت جدا. وبعد كده جالك الايقاف. فالحقيقه انت ايقونه للتحدي يعني. ربنا يخليك. انا اتكلم بكل امان يعني، مفيش حد توقف اربع سنين ويروح بقى خلاص ناس تنساه ويرجع يبقى راجع ما شاء الله بمدري. ربنا يخليك يا كابتن والله. هو انا بقول لحضرتك، هي فكره فعلا اللي حواليا يعني، اهلي واصحابي ومدربي والجهات يعني. انا فاكر عليا في لما توقفت، كابتن محمود بعت لي وقعدت مع كابتن محمود الخطيب وقعدت معاه وقالوا احنا معاك وهنساعدك بالطرق اللي الصحيحه يعني، قانونيه وكل شيء بالظبط. وبصراحه وقفوا جنبي وساعدوني، وكان دايما يعني دي اول مره اعرف الموضوع ده ان كابتن محمود الخطيب قعد معاك. لا طبعا، ومع الوزير عمرو فاروق واعضاء مجلس الاداره كلهم، كابتن مهند كلهم بلا استثناء يعني. حقيقه انا اول مره اعرف الكلام. لا، ما انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي في اختلاف تمام عن زمان. احنا دلوقتي بنقدر نتكلم يعني. دلوقتي اعضاء مجلس الاداره يعرفونا في النادي الاهلي، احنا زمان ما كانش حد يعرفنا في النادي الاهلي. زمان ما كناش نعرف نتكلم مع حد، ما حدش يعرفنا يعني. لو دخلنا مين انت كذا. دلوقتي لا، دلوقتي يعني مجلس الاداره عارف اللعيبه كلها، مجلس الاداره بيدعم اللعيبه كلها. اي حد موهوب في ظهره، كل اللعيبه على فكره، مصطفى عسل كان يومين بيتكرم، وكل اللعيبه الفرديه حتى مدير النشاط كابتن خالد يجتمع باللعيبه كلها، يشوف طلبات اللعيبه كلها، انتوا عايزين ايه. فالحاجات دي ما كناش متعودين عليها زمان، الحاجات دي ما كناش بنشوفها. احنا ما حدش كان بيقول لنا انتوا عايزين ايه. بس خلي بالك انت عشان نبته كويسه وانسان يعني، مش هنقول ان انت انسان من جواك نبته حلوه فبتقول الكلام ده. بس خليني اقول برضو لمحمد مجدي، يمكن الجمل كان نفسنا يوفق يعني، يمكن هو تلكه دايما في كل حاجه، وما ينفعش نخلص الفقره من غير ما نتمنى له انه يتوفق في اللي جاي. الجمل اخباره ايه؟ ماشي ازاي؟ هو كويس الحمد لله يعني. الجمل ما شاء الله تاريخ يعني، تاريخ كبير قوي في العاب القوه، وكلنا بنتعلم منه بجد والله يعني، او بنتعلم منه من كابتن ايهاب كمان طبعا. مش معنى ممكن يكون حصل دروب في ماتش او ماتشين، لكن مفيش شك هو هيرجع احسن من الاول. هو فكره اول واحد، هو جاهز، ما شاء الله هو باين عليه ان هو جاهز جدا، بس هو في التوفيق مش موجود. بس انت لسه بتقول يعني لسه بتقول. ممكن يكون يعني ايدك عملت كده يعني. هو اول السنه كان يعني الرميه اللي اتعامل بيها اول دي، هو بيرميها اول السنه كل ماتش عادي جدا. صحيح. ما وفقش في الماتش ده، مش معنى كده ان هو صحيح مش كوي... مش لعب اللاعب مش كويس مثلا، اللاعب مش جاهز. لا، هو جاهز وكل حاجه، بس هو الجاي افضل ليه ان شاء الله. وده احنا كلنا واثقين فيه يعني. اكيد طبعا، واتمنى له ونتمنى له كل التوفيق. بس طبعا نفسي الفقره ما تخلصش والله بجد. انا يعني بس انا
احب اشكركم يعني طبعا اشكر محمد مجدي حمزه وبشكرك ونورتيني وشرفتيني يا حبيبي. الله يخليك. عبد الرحمن بشكرك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك يا كابتن والله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نستكمل ابطالنا. احنا شفنا النهارده نموذج لبطلين في الفقره دي، الفقره اللي جايه عندنا ابطال وحكايات كتير. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم حلقه الابطال، وهي اسم على مسمى، وزي ما وعدناكم النهارده ابطالنا ابطال ذهب وابطال يعني من 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 تراث فريد. وزي ما قلنا ان اللاعبه او السيده او المراه المصريه ليها دور كبير جدا في الرياضه زي ما الحال او كما الحال في كل المجالات. النهارده بنعرفكم على بطله شفنا صورها في البحر الابيض المتوسط، خدت فضيه الوثب الطويل كاول لاعبه مصريه تحصل على ميداليه في هذه المنافسات. والجميل ان هي يعني ما شاء الله لسه قدامها، يعني تقدر تجيب ميداليات اكتر واكتر لمصر. في البدايه بحب ارحب باسراء عويس صاحبه فضيه الوثب الطويل في بطوله البحر الابيض المتوسط. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بحضرتك، منورانا. من ده نورك، والف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، متشكره. يمكن كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهواء، وكنا بنقول ان الميداليه دي ليها معزه كبيره عندك. ان دي اول بطوله في البحر، اول مشاركه ليك في البحر الابيض، واول ميداليه مصريه للسيدات في هذه المنافسات. كلميني عن الميداليه وفرحتك بيها. الميداليه الصراحه انا ما كنتش متوقعه ان انا اجيب ميداليه هناك فعلا خالص. اول هام انا راجعه من ماتش افريقيا، عندي اصابه في ركبتي وما كانش في الوقت الكافي ان انا اقدر اهيئ نفسي للمشاركه في البحر المتوسط. ثاني هام بطوله البحر المتوسط فيها عمالقه الوزن، اوروبا وما ادراكها ما اوروبا. دول مشاركه وعندهم واثبات كتير. يعني مش واحده مثلا من كل دوله، لا كتير. كل دوله فيها 2 3 دي اقل حاجه. وكلنا يعني كلهم مستوى متقارب، وكلنا المشاركين مستوانا متقارب. لا بالعكس، ده احنا كان معانا كمان ابطال عالم، وكانت ارقام بجد انا شفتها ذات نفسي استغربت، يعني اللي هو ايه الارقام الحلوه قوي دي. طب قولي لي يعني شعورك ايه؟ يعني انت بتقولي انا ما كنتش متوقع، انا رايحه اشارك وخلاص. بس على فكره اللي بيروح مش متوقع بيشيل من عليه الضغط. اصل على فكره انا سمعتها كتير، انا ما كنتش متوقع. فانا حاولت اربط ان انت بتبقى رايح متحرر من الضغوط، فبتطلع احسن حاجه عندك. هما فعلا كانوا بيتكلموا معايا قبل ما اسافر، مش في ميداليه، يعني كانوا بيتكلموا معايا ان انا اجيب رقم كويس، رقم يكون قريب او رقم جديد لمصر. نعم. اما محدش كان بيتكلم معايا او كان طالب مني ميداليه بسبب ان المنافسه الوثب في البحر المتوسط قويه جدا. فقبل الماتش بتاعي اللجنه الاولمبيه تواصلت معايا، انت بطله كبيره واحنا عايزين منك رقم كويس، يعني بمعنى صح ما تحمليش نفسك فوق طاقتك ان انت تبقي نازله شاده جدا بحيث انت عايزه الميداليه، لا اعملي رقم كويس، انت لسه صغيره ولسه دي اول مشاركه ليكي. فهم حمسوني يعني. فانا بدون اي ضغوط. لا ما كانش فيه ضغوط الحمد لله، وده اللي خلاك تجيبي رقم كويس. اول ما نزلت انا ما حبيتش ان انا ابص على الستارت ليست قبل الماتش. ما رضيتش خالص، لان دي كانت اول مشاركه، فانا مش متوقعه الارقام قريبه ولا بعيده، فما حبيتش اوتر نفسي. محاولتي وخلاص. والستارت ليست بينزل قبل الماتش بيوم، فانا عمري ما احط نفسي في الموقف ده. ما بصيتش عليه. المدرب بص عليه بس ما نقليش ولا انت سالتيه ولا اي حاجه. برافو عليكي. بس اللي حصل ما كانش متوقع ان انا انزل الماتش، ويوم الماتش وهم لسه بيقدموا اللعيبه راح الستارت ليست نازل على الشاشه. طبعا كفضول اي لاعب او فضول اي لاعيبه خلاص كل اللي انا كنت ما احبطتيش. ما احبطتش، ممكن تكون الرهبه زادت جوايا شويه، اللي هو انا كنت داخله الموضوع ما كنتش متوقعه كده. ارقام كانت ما شاء الله يعني. بس لما بدات الماتش قلت خلاص انا هنا، فاكيد انا عملت اللي وصلني لهنا، فاكمل مش هاجي هنا واخاف بقى. خلاص انا سعيد جدا بكلامك. متشكره والله جدا. بجد يعني انت بتديني طاقه ايجابيه، يعني بتقولي كلام فاهم يدرس. بس خليني اقول لك ان انت برافو عليكي. الحمد لله. انت قويه، يعني ان انت تتحرري من الضغوط وتحطي نفسك بتارجت مش بعيد. يعني ما تحطيش نفسك، يعني انت 100% لو ليك خدي ميداليه لا انت كنت تطلعي العاشر. انما انت حطيتي تارجت اجيب رقم كويس. زي واحد بيقول له لعيب في الملعب العب كويس ومالكش دعوه بالنتيجه. فعلا نازله بنافس نفسي، ما اعرفش بقى المستوى هيبقى معايا متقارب. طيب. ولا سؤال تاني، انت الفرق بينك وبين اللي قبليكي في الذهب هي جايبه 6.69 بلغوني دلوقتي، وانت جايبه 6.45، فرق بتاع 13 سم. تمام. ده زعلك ولا فرحك؟ لا ما زعلنيش، لان انا كنت اسال حضرتك ان انا مش متوقعه اصلا ان يبقى في ميداليه، وكمان انا عامله رقم قريب اقل من رقم مصر ب 2 سم، فاللي هو انا ما كنتش بعيده. نعم. واللي فرحني اكتر واكتر ان البرونز برده 54،
ده نفس رقم؟ لا البرونز 54. طب ايه اللي فصل ما بينكم؟ احسن تالي محاوله. انا عامله 40 هي عامله 39 سنتي. ربنا رضاني فاكيد عمري ما هزعل على الذهب خالص. ربنا رضاكي بجد، يعني من البرونز للفضه ربنا رضاكي. فرق سنتي. طيب انت رقمك العادي هو ده اللي بتعمليه في مصر؟ رقمي في مصر رقمي اللي هو محتسب يعني 56. ده كان رقم مصري اللي عاملاه قبل ما اسافر في شهر رمضان اللي فات. ممتاز. كان في ملتقى تحدي. تمام. اما كان عندي 6.68 بس ما اتحسبش بسبب سرعه الرياح، كانت فرق حاجات بسيطه جدا يعني. فرق حاجه. طب هسالك برضو سؤال بقى عشان نعرف البروجريس بتاعك. تمام. انت مثلا في اخر سنه الارقام كانت بتبقى ثابته ولا كانت بتتحسن؟ سيبك من فتره كورونا، انا بتكلم بعد ما رجعنا من كورونا وبدانا نتمرن. ارقامك وبدات تتحسن ولا انت جيتي عند 6.54 6.56 ووقفتي؟ يعني قصدي اقول انا سؤالي مقصود بايه؟ ان انا والبطوله دي متاخره شهرين ثلاثه. كنا ممكن نجيب رقم احسن في تماريننا ولا لا؟ ولا شايفه الموضوع بيتحسب ازاي؟ لا بص حضرتك، هو لو كانت البطوله متاخره شويه كمان لا ممكن كان الموضوع يبقى احسن، بحيث ان انا كان ممكن الاصابه كنت عالجتها وكان الموضوع يبقى افضل. اما ارقامي خلال السيزون اللي فات ده كله هي الارقام متقاربه ما بين الثلاثينات لحد الخمسينات، فهو بنزل الماتش في الرينج ده. وفي بعض المحاولات اللي هي زي 6.68 ديت كانت محاوله كويسه جدا بس توفيق. ما حصلش ان هي تتحسب بسبب سرعه الرياح. طب هسالك الرقم العالمي، لو اتكلمنا مثلا انت طبعا مش هتشاركي بطوله العالم، مفيش اي مشكله خالص، ان شاء الله تشاركي في اللي بعديها ان شاء الله. لو قلنا رحتي بطوله العالم دي كان ارقامك دي تساعدك ان انت تخشي تاخدي ميداليه؟ لا خش فاينل. خش فاينل. ميداليه لا صعب، ال 68 صعب. طالما قلت كده لان هم بداوا. طالما قلت كده هتجيبي. اسمعني. لان هم دلوقتي دخلوا في السبعه، بس احنا السبعه بالنسبه لنا مش بعيده يعني. اللي هي 70؟ لا 7 متر. ماشي. لا 7 متر يعني تخش 7. طب ما هي مش بعيده. ما انا بقول هي مش بعيدة. بعيده. لا لا مش بعيده. مش بعيده خالص. هي بس شويه اصرار شويه كده مع شويه امكانيات ومعسكرات وبتاع والدنيا ان شاء الله هتظبط. بس عايز اقول لك على حاجه، نجم الشباك في البطوله البحر المتوسط اللاعبات. يعني سواء انت سواء بسنت حميده بامانه، انتوا بامانه يعني ايه كريزه البطوله. بصراحه لانه انا من وجهه نظري ان المراه المصريه ما حدش يقف قدامها. دي وجهه نظري. دي حاجه بجد فعلا هي حاجه صح. واحنا كنا بالظبط في البطوله دي 4 لاعبات، بسنت ولينا وروان وانا، ما حدش فينا ما كانش بيشجع التاني. الاربعه كانوا على طول في ظهر بعض، انت لعبك امتى، حتى بنطمن على بعض كتمرين. ما كانش اللي هو مثلا انا جاي ماتش فانا ماليش دعوه بحد، لا انت تمرينك امتى، انا تمريني كذا، طب كذا، فبنبدا نتابع بعض لان احنا كده كده عددنا قليل وكلنا بنتمنى لبعض ان كل واحد يحقق ميداليه. فبرضه الولاد يعني انا ساعه الماتش بتاعي في ناس كتيره جت، يعني كانوا واقفين في الماتش بتاعي مع ان كان كذا ايفنت، يعني احنا والمطرقه كانت بتلعب في نفس الوقت، والوزب العالي كان بيتلعب في نفس الوقت، وكان في مشاركه مصريه هنا ومشاركه مصريه هنا، فبيبداوا بقى البعثه ان هي تقسم بقى نفسها عشان تشجع على عشان يشجعوا الكل، واول ما ايفنت يخلص يبداوا يتنقلوا على الايفنت اللي لسه شغال لحد ما الحمد لله خلصت. طيب انا بس الاول عايز اوري للساده المشاهدين الميداليه. ميداليه بجد دي حاجه فخمه قوي. لا انا شفت ميداليات كتير بصراحه، بس الميداليه فخمه وليها زي كفر يعني كريستال او بلاستيك، وهي ما شاء الله سميكه جدا، ومكتوب عليها جوه وهران اللي هي المدينه اللي اتلعبت عليها و2022. يعني شكل الميداليه بامانه حاجه يعني والعليه بتاعتها حاجه فخمه جدا. لا يعني برافو على الاخوه الجزائريين، عاملين وشغل كويس قوي. يعني مش عارف هي كده واضحه يا جماعه متهيألي. تمام. طيب عايزه زي ما سالت محمد مجدي وزي ما سالت هبه عبد الرحمن هسالك، مؤازره الجماهير والشعب الجزائري، توقعتي ده؟ ما توقعتش كده خالص. ما توقعتش اصلا ان هم عندهم الثقافه ان هم يحضروا بالعدد دوت العاب القوى. يعني احنا زي عندنا احنا هنا الاعداد دي بنلاقيها في كره القدم قليل لما نلاقي نفس المشاركه، اما الاعداد ديت تكون موجوده في المدرجات وممكن اعداد اضعافهم واقفين بره لسه عايزين يخشوا مش عارفين. لا ما كنتش متوقعه. طب انت قلتي زي محمد مجدي كده وانتوا داخلين معاه مع الناس زحمه، داخلين ملعب ولقيتوا زحمه، فانتوا تصورتوا ان في ايفنت تاني غير العاب القوى؟ احنا قلنا لا الناس دي اكيد مش جايه العاب القوى. يعني ممكن يكون في ماتش كوره مثلا ولا حاجه. قلت كده زي محمد مجدي ولا انت كنت عارفه شفت المنافسات اللي قبليكي فعارفه؟ لا انا ما روحتش الملعب لان اول يوم لعب انا كان لعبي تاني يوم، فما روحتش الملعب بحيث ان انا اشوف الاجواء عامله ازاي. بس انا كنت لان كان في مجدي وبسنت لعبوا اول يوم قالوا لنا ما تتخضوش من الجمهور العدد هناك كبير. برافو. فاحنا لقينا فعلا الاعداد كبيره جدا.
ومتفاعلين جدا ومبسوطين ان احنا موجودين ومبسوطين ان احنا. طب لما بدات المحاوله بتاعتك او محاولاتك كانوا بيشجعوكي مصر مصر مصر؟ بيشجعونا ورافعين اعلام مصر، يعني رافعين اعلام مصر والجزائر في المدرج وبيشجعونا مبسوطين جدا ان احنا بنلعب، يعني احنا بجد كانوا واقفين جنبينا جدا، ومش مش مش داخل الرياضه بس، يعني احنا اصلا واحنا في البلد لو موجودين في اي حته لما بيعرفوا ان احنا مصريين بيسلموا علينا وبتصوروا معانا، ودي حاجه كويسه جدا. اقول لك ان يعني كلامك ده يعني انا جسمي اشعر بصراحه. لا بجد. يعني بجد برغم ان احنا ما بتجمعناش حدود بس الاشقاء العرب في كل مكان، يعني بامانه يعني الموضوع ده بيسعدني، هو ده الهدف من الرياضه فعلا. يعني بالنسبه لنا التقارب الشعوب والتعارف بالظبط، والتعارف انه احنا يبقى كل واحد يعبر عن مشاعره ناحية البلد. وشفنا أبطال كتيرة لينا طالعين زي عمر عصر، زي سيف عيسى طلع بالعالم المصري والجزائري فده مش غريب عليهم، وبنشكره يعني أكيد طبعا مش هننتهز أي فرصة لما لازم هنقول بنشكره. طب خلينا نتكلم في القادم، الأبطال اللي كانوا معنا في الفقرة الأولى محمد مجدي وإيهاب رحيم بطولة العالم الحد إن شاء الله، أنت عندك إيه اللي جاي؟ انا عندي خلاص اول منافسه اللي هو اخر السيزون دوت اللي هو شهر 9، ودي بطوله الجمهوريه. ممتاز. وخلاص بقى نبدا الاعداد بتاعنا. الجمهوريه دي مؤهله لحاجه؟ يعني لو جبت رقم معين تتاهلي للبطوله ولا لا؟ دي بطوله هي خلاص بقى دلوقتي الموضوع بقى ماشي رانك، يعني انت بتنط اللي بتحسب لك رقم بتحط على الرانك، لا اما بتسافر اي بطوله دوليه لا اما برانك لا اما برانك او برقم. تمام. فهي كده كده بناخد عليها بوينت، فبوينت كويسه. طب بتحسن الرانك بتاعك؟ تحسن. طيب بقى الرانك. طيب اللي بعد بطوله الجمهوريه في شهر 9 ايه؟ في بقى بعد كده من اول سيزون الجاي في دوره العاب البحر، دوره العاب الافريقيه السيزون الجاي، ما اعرفش الصراحه في بطولات دوليه ايه تاني، بس انا اللي اعرفه ان في دوله العاب افريقيه. طب وهتعملي ايه في ركبتك؟ هل بدات في فتره العلاج؟ عملت ايه عشان برضو تخش على الجمهوريه جاهزه؟ لا انا لحد دلوقتي لسه ما اتخذتش خطوه، وكان مطلوب مني راحه وان انا اخد بعض الادويه يعني لحد ما. انت عندك ايه في الركبه؟ انا قبل ما امشي قال لي ان انا عندي التهابات في الركبه وعندي كدمه في الرباط الخارجي. وانا هناك دي صعبه. انت لعبت ازاي كده؟ انا وانا هناك لقيت ان الموضوع حاسه ان هو بدا يتفاقم، يعني في حاجه بتحصل غلط في الركبه اثناء التمرين. فكان معانا هناك بعثه طبيه، فبدات ان انا اتوجه ليهم. قالوا لي هو في بس لو بقى ان في كذا مشكله صغيره موجوده في الركبه، فالمشاكل دي كلها عشان صغيره وموجوده في نفس المكان فمديه الحجم ده. قالت لي لا الموضوع صعب شويه بس احنا هنحاول على قد ما نقدر. كنت بنزل كل يوم اعمل تقويات مع الدكتوره وبعمل تلج وبربط ركبتي لحد ما لعبت. طب قولي لما جبت الميداليه ورجعت على يعني مكان الاقامه او القريه الاولمبيه، ما اعرفش انتوا كنتوا قاعدين فين، البعثه عملت معاكي ايه؟ البعثه انا اصلا اول ما خلصت ماتش وخرجت قالوا لي هي دي ميداليه؟ احنا مش مستوعبين ان دي ميداليه. يعني الكابتن قال لي بجد انت فرحتينا لان ما كانش متوقع ميداليه. ولما رجعت رئيس البعثه بتاع اللجنه الاولمبيه قال لي انت جبتي ميداليه، ميداليتك مفاجاه ليا بالظبط، لان هم كانوا متكلمين معايا ان انت هتروحي تشاركي رقم بس انا ما كنتش متوقع ان انت تجيبي ميداليه. بيعدوك اللي بعد كده. طيب اول حد كلمتيه بعد الميداليه، يعني انت خلاص خدتي ميداليه ما صدقتيش وشفنا رد فعلك كان مستغربه، اول حد كلمتيه كان مين؟ ماما. ربنا يخليها لك. قلت لها ايه؟ فبقول يا ماما انا عملت ميداليه. طيب رد فعلها زغريت بقى وعيطت؟ قعدت تعيط وقعدت تقول لي مبروك وربنا يحفظك ربنا يحميكي، وانا كنت بدعي لك. اخواتي بقى لما رجعت اقول لي ان هي كانت بتتفرج على الماتش، لان كانت اون سبورت أيوة. كانت بتذيع المباراه. كانت على اعصابها جدا طبعًا، يعني طبعًا. سمعت حاجات غريبه الصراحه. طبعا بس فدي كانت حاجه كويسه ان اصلا قناه مصريه تذيع المباراه. بدات الناس تعرف العاب القوه، بدات الناس تعرف مش العاب القوه بس، الايفنتات عامه بدات الناس تعرف الايفنتات وتعرف الابطال اللي فيها مين وتنتظرهم. واحنا ذات نفسنا ممكن انا اكون بلعب رياضه بس ما عنديش علم قوي بالابطال بتوع الايفنتات الثانيه. فلما نبقى انا مثلا اتفرجت فعرفت ده بطل الفلاني في الايفنت الفلاني، لا عرفت ابطال كتار يعني. طيب السوشيال ميديا والهيصه اتعملت لك والناس فرحانه بيكي كده. والصفحات الاهلاويه مبسوطه بيكي، يعني فرق معاكي؟ فرق معايا جدا، وفرق معايا اكتر لما شفت بابا الصراحه مبسوط بيا ازاي. يعني طبعا بنت حبيب بابا. بابايا من النوع الهادي اللي هو مش بيعرف يعبر او ان مش هو مشاعره لينا ايه هو هادي جدا. فلما لقيته بقى ان هو قعد يعني بيقول لي كلام بقى حلو كتير، عرفت بقى ان بابا مبسوط. ده كده بقى حاجه قويه جدا. طب يعني خلينا نرجع بالفلاش باك شويه. ليه العاب القوه؟ يعني ايه اللي حصل اللي خلانا نروح العاب القوه؟
اللي حصل ان امكانياتي وهي اللي ودتني لالعاب القوه، لان انا ما كنتش اعرف العاب القوه، ما كانتش منتشره. نعم. فروحت العاب القوه عن طريق المدارس. برافو. كشافين. كابتن محمد شافني في بطوله مدارس وقال لي تعالي جربي الوزب. انا كمان ما كنتش اعرف الوزب، كنت اعرف سبرنتات بس. طبعا ما اشهر حاجه هي الجري. فروحت جربت اول بطوله اخفقت فيها، لان كان سني صغير، لو مش مستوعبه الموقف اللي انا فيه. راح العب بقى مع صحابي ونجري مع بعض وكده. ده الموضوع بجد. خسرت اول ايفنت. المره اللي بعديها لا، عرفت بقى انا المفروض في الوقت ده اعمل كذا وفي الوقت ده اعمل كذا، فخلاص فهمت. ولا وتقدمت بسرعه، لان انت حبيت الاول بقى خلاص. حبيت. من ساعتها بقى كملت مع كابتن محمد لحد ما توفاه الله، وبعد كده كملت مع كابتن هشام الله يرحمه. طب خلينا اتكلم عن كابتن ياسر داوود. يمكن الراجل ده كان من اشد المؤمنين بيك، ومفيش مره اتصلنا بيه ولا استضفناه الا ما اتكلم عنك بشكل في تفاؤل شديد. يعني تحبي تقولي له ايه؟ يعني هل ده فرق معاكي ولا ايه الوضع؟ طبعا لما تلاقي ان رئيس الجهاز بتاعنا مؤمن بالموهبه بتاعتك دي، في حد ذاتها حاجه كبيره جدا. دافع. دافع كبير. وهو كمان يعني ما بيبقى موجود في الملعب وبيشوفني انا قد ايه ببقى موجوده وبحاول قد ما اقدر ان انا اجتهد في التمرين، فهو بيحاول ان هو يوفر لي برده يعني حتى لو حاجه معنويا. فهو واقف معانا الصراحه، هو يعني بيحاول يوفر مش ليا لوحدي، لجميع الابطال الموجودين في النادي. ان هو يحاول مثلا يتكلم في النادي ان هو يوفر لكم احسن حاجه. احسن حاجه، لعقود، لرعايه، لغيره وغيره. وبتهيالي الدنيا احسن، يعني النادي الاهلي دلوقتي بقى مهتم بيكوا اكتر، وبقى في الاداره حاسه اكتر. يعني اقول ان هو نفس الكلام اللي قالوه يمكن اكتر في البطلين اللي كانوا معانا، ايهاب ومحمد مجدي، ويمكن بعد الميداليه دي هتشوفي رعايه اكتر من النادي الاهلي. ممكن يكون لسه ما وصلتش لمرحله ايهاب ومحمد مجدي. لا بس دلوقتي بقى لسه وصلت. على الدليل قالوا له اهو. دلوقتي وصلت وان شاء الله خير. يعني اكيد ان شاء الله هتبقى الدنيا غير خالص، لان طبعا دلوقتي لسه هقول لك ان انت رفعت سقف طموحات المتابعين والمسؤولين. الحمد لله. سواء الاتحاد سواء المسؤولين عندنا في النادي الاهلي، ان انت مطالبه مزيد من الميداليات، وتحط لك ايمج معينه، ممكن تلاقي رعايه من احد الشركات. يعني قصدي اقول لك ان انت لما دخلت بالميداليه دي يمكن باب هيفتح لك بدا بحاجة. يختلف. فعلا. طب جاهزه للتحدي ده ان انت تقدري تثبتي ان انا اقدر اجيب تاني وتالت ورابع ميداليه؟ جاهزه جدا. برافو عليك. جاهزه جدا. برافو. طول ما انا بشتغل وبعمل اللي عليا، اكيد ايا كان متوفر امكانيات او مش متوفر، ربنا اكيد عمره ما هيضيع تعبي. سبحان كرمك. الحمد لله. صمت واحد فرق بين يعني اصلا حاجة. دخلتي في المثلث كان بمعجزه، لان انت رايحه اصلا بتقولي انا يعني مش محدش متوقع لي ميداليه خالص. ومش بس كده، تخش وتاخدي فضه بفرق 12 او 13 سم بينك وبين الذهب، اللي هو يعني معلش قدم يعتبر. ما قدم يعني، هي قدم يعني. هي اكيد هي كمان هي واخده على المشاركه دي، هي نازله عن رقمها كمان. هي عندها حاجه و90 مثلا، 6 حاجه و90، فهي نازله عن رقمها. وكمان هي واخده على الاجواء ديت، اما انا اول مشاركه ليا. صحيح. اول مره احتك بيها او بكتير جدا من اللعيبه بتاع اوروبا. طب خليني اقول ان انت يعني بسنت حميده برضو كانت نفس يعني مشابهه ليكي شويه الظروف، ان هي قبل بطوله طوكيو اصيبت بمزق وبكت ونزلت فيديو على السوشيال ميديا بتبكي انها مسافه، وكانت هي عيني كانت ممكن تحقق ميداليه. سبحان الله، كرم ربنا لما بيجي بشكل فيضان. هي كانت فتره صعبه مع بسنت، يعني السبرنتات عامه اصاباتها صعبه عنيفه. وممكن تتكرر كتير، فهي اتصابت قبل طوكيو وبعد كده اتصابت تاني قبل افريقيا اللي فاتت دي على طول. فالحمد لله ربنا عوضها خير، لان هي فعلا بسنت يعني انا مش بتمرن معاها بس انا عارفه ان هي بتجتهد يعني، فالحمد لله ربنا كرمها بالميداليتين دول والرقمين دول، ربنا يوفقها ان شاء الله في اللي جاي. الله يوفقك يعني بجد، تستاهلي كل خير. ربنا يخليك. اديتينا كلنا في استوديو طاقه ايجابيه. وان شاء الله ربنا يوفقك. انا بشكرك. شكرا جزيلا. وان شاء الله مزيد من التوفيق. بس طبعا احنا محضر لكم مفاجاه اخر الحلقه، يعني هنطلع فاصل وهنستقبل طبعا حبيبه بعدك، بس انت مش هتمشي، جاهزين مفاجاه ليكم ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. متشكره جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين استنونا، هنطلع لفاصل ونرجع عشان نستقبل بعد الفاصل حبيبه ماجد نجمه الكاراتيه في النادي الاهلي، واللي حصلت على الميداليه الذهبيه في الدوري العالمي فئه الاولى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا حلقه الابطال النهارده اللي هي مليانه ابطال الحقيقه. النهارده هنطلع بقى، والفقره دي هنطلع بره مدينه وهران الجزائريه، البحر الابيض المتوسط هنبعد عنها شويه، هنروح للدوري العالمي للكاراتيه.
عندنا نجمه كبيره جدا نجحت انها تاخد ميداليه ذهبيه في مفاجاه كانت للجميع الحقيقه. انا حتى نفسي شخصيا فوجئت بالميداليه الذهبيه في الدوري العالمي اللي اتعملت في مصر وفئه او سيريس A، يعني اتاخدت ميداليه في فئه مهمه جدا. وكانت مرشحه انها تاخد ميداليه في ابيض متوسط، ولكن حصل امور معينه في الاختيارات وبتاع، ولكن الكاراتيه من الالعاب اللي دايما حاطه مصر في المقدمه، لو مش في الاحتكاكات العالميه على المستوى الكاراتيه البطولات العالم مصر في حته تانية. بنرحب بحبيبه ماجد نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا ان انا تاني مره ابقى مع حضرتك هنا بجد. انا الشرف ليا، وانا اللي ببقى سعيد لما يقعد معايا ابطال، انتوا الاساس وانتوا اللي تتعبوا والبرنامج باسمكم. شكرا. فطبعا دي حاجه تسعدني. شكرا حبيبي. خلينا اتكلم عن يعني اخر بطوله الدوري العالمي، يمكن انت فاجئت الكل، حتى الاتحاد المصري نزل لك. أيوة. مصر الكاراتيه نزل تهنئه حلوه جدا ليكي. يعني الميداليه دي ايه ظروفها؟ يعني الاستعدادات ليها ايه؟ المشاركه كانت شكلها ايه؟ كلميني عنها. هي الميداليه دي يعني من الميداليات العزيزه جدا على قلبي، عشان الفتره كانت صعبه قوي، وكان اي حد ممكن يبص على الفتره دي يقول مستحيل ان انا اجيب ميداليه اصلا. بالزبط. كان فترة امتحانات وبطولات قبليها كمان، وأنا أصلاً يعني البطولة بتتعمل على يومين، أيام الأدوار التمهيدية واليوم الأخير الفاينلز أو البرونز. فاليوم الأول كان يوم الجمعة، أنا كان الحمد لله لعبت ماتشاتي طبعاً أبرس، وكان ماتشات الصراحة جامدة من أول ماتش لغاية آخر ماتش السيمي فاينل. وتاني يوم كان عندي امتحان وتسليم الثمن لوح. يا خبر ابيض، انت كليه ايه الاول؟ فنون جميله قسم عماره. ليه عملت في نفسك كده يا حبيبتي؟ ليه 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 ده 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 يعني؟ بس طبعا انا بهزر، يعني متفوق رياضي متفوق في ما انا مهندس، بس بس هي الفكره كلها ايه؟ انه بتبقى صعب قوي على بطل العالميه. ده حقيقه صعب جدا. طب كلميني تاني يوم. خلصنا الامتحانات، تاني يوم كان الفاينل. طبعا مجهود الاول يوم والتاني يوم بتاع الامتحانات كان جامد قوي عليا، بس انا كنت عايزه اجيب الذهب. انا كنت انا نازله ماتش 3 دقايق انا هجيب فيه الذهب وهفرح بيه كل الناس. الحمد لله 3 دقايق انا مشيتهم زي ما انا عايزه، الحمد لله خلص الماتش 3-0 مع بطله كنديه. فانا كان يعني حتى الصور اللي كانت جايه بعد الميداليه انا كنت فرحانه جدا. صحيح. انا كنت بتنطط، وبجد كان من الميداليات العزيزه قوي على قلبي. يمكن هي دي بالظبط. هي دي الميداليه يا جماعه، اخر ميداليه ذهب حصلت عليها حبيبه، اللي هي كانت في الدوري العالمي، كانت في 13/6. انا فاكر التاريخ كويس. ده حقيقه 13/6. وفي مفاجاه الحقيقه، يعني انا دايما بحب اللاعب لما يكون مش يعني متوقع له ميداليه، زي ما كانت معانا اسراء من دقائق، وتلاقي اللاعب ده كسر الدنيا. الحقيقه دي بتبقى مولد او شهاده ميلاد للاعب نفسه. فهي دي الميداليه، مكتوب عليها طبعا كاراتيه سيريس A او فئه اولى كايرو 2022، ودي ظهر طبعا الميداليه واللوجو بتاعها. حقيقه يعني حاجه جميله جدا ان اللاعب يكون يعني ده. انت لما تاهلت فاينل الناس ما صدقتش، لانه انا شفت كميه السوشيال ميديا الاخبار نازله لك ان حبيبه اتاهلت فاينل، حبيبه اتاهلت فاينل. فده يدل ان انت فاجئت الناس. يعني ده يدل على كده. طيب قولي لي ايه اللي جاي؟ دايما انا بحب اسال السؤال ده، ايه اللي جاي واحلامك ايه؟ احنا تقريبا اللي جاي بطوله افريقيا، هيعملوا قبليها تصفيات. لسه امتى بقى؟ لسه مش عارفه قوي صراحه. بس ده اللي جاي، يعني ده اللي هدفي دلوقتي. ده هدفك دلوقتي. بعد بطوله افريقيا هل في سلسله ثانيه من الدوري العالمي، ولا خلاص احنا كده الموسم ده خلص؟ تقريبا في بطوله كمان بريمير ليج، بس لسه مش شهور احنا هنسافرها ولا لا. بس لسه بقى هنستعد بقى ان شاء الله للسيزون الجديد، لان احنا ده في اواخر بقى السيزون خلاص. السيزون الجديد بقى السنه الجايه هي اهم سنه للكبار انيسات، عشان بطوله العالم 23. السنه دي المفروض بطوله العالم للشابات وال21 والناشئات. ولكن احنا بقى السنه اللي جايه ان شاء الله للكبار. طيب التاهل لبطوله العالم ازاي عشان نعرف الساده المشاهدين؟ احنا كان هو في كذا نظام، احنا مش عارفين النظام بتاع بطوله العالم الجديده هتبقى بالرانك ولا مش بالرانك. بس انا دلوقتي يعني كنت عارفه من كام يوم ان انا بقيت رقم 9 على الرانك العالمي. فهو يعني هو تقريبا ممكن ما تبقاش بالرانك او هتبقى بالرانك الدولي. لو هي مش بالرانك بنعمل تصفيات هنا في المنتخب، باحسن حد هو اللي هيسافر للبطوله العالم.
طب انت سعيده بالطفره اللي حصلت في الكاراتيه؟ يعني الكاراتيه لما شارك في الاولمبياد خد سبوت كبير، فريق الاشرف، عندك طبعا الدكتوره جيانا فاروق نجمتنا ونجمه النادي الاهلي، يعني وسبحان الله الطفره او الميداليات جايه من ناحيه السيدات. ايوه يعني طبعا ابطالنا الرجال لا غبار عليهم طبعا، ولكن بتكلم ان هي للسيدات حطت ارقام كبيره، وفرحانه بالسبوت ده. انا فرحانه ان الكاراتيه بقى متشاف دلوقتي، بقى في سبورت من الناس اللي بره. احنا كان دايما الكاراتيه مش باين، مع ان احنا كنا بنعمل نتائج كبيره جدا وحاجات كتيره قوي، بس ما فيش حد كان بيشوفها، لان احنا لعبه كاراتيه فمش باينه قوي. دايما الناس بتبص على العاب جماعيه ككره قدم، هاند، حتى فولي، باسكت، فولي بول، بالظبط. فاحنا ما كناش ظاهرين قوي. بعد ما الكاراتيه دخل الاولمبياد واحنا جبنا فيه ميداليتين، فده خلى الناس اللي هو لا، في لعبه هنا احنا ممكن نبص عليها ونشوف. فلقوا ان احنا لان احنا بنسافر بطولات بنبقى مصر دايما ترتيب اول. صحيح. ترتيب عام اول دايما في اي بطوله، حتى هنا في السيريس ايه جبنا ترتيب عام اول. فيعني احنا عندنا كمان مش حد ولا اتنين في كل ميدان. سعيده بالطفره دي، سعيده بالسبوت الاعلامي ده، سعيده لان احنا نستحق. يعني احنا بنتعب قوي، بنتعب قوي وبنجيب ميداليات، فاللي هو ليه؟ المنافسه مش سهله. بالظبط، يعني الناس فاكره الكاراتيه لا، ده بره المنافسه قويه جدا مع دول كتير جدا. ده حقيقه، ده دول كل الدول تقريبا كويسه، وكل الدول بابطال. احنا كل ما بننزل كل ماتش بنبقى مجهزين له قوي، لان هو احنا عارفه اللي قدامي دي بطله، فالمنافسه هتبقى ما بيننا قويه جدا. صحيح. فالماتشات بتبقى عاليه. طب قولي لي، يعني لما يبقى في مجلس اداره النادي الاهلي، وهو طبعا يعني بيبقى شرف كبير جدا لما يكون في بطل عالم للكاراتيه سابق دكتور مهند مجدي، وهو يعني ممثل لأسرة الكاراتيه، يعني هو في الاول والاخر هو بطل عالم كاراتيه برضو، يعني سبقكم بخطوات قبليكي. ايوه اكيد. ده شعورك ايه؟ شعورك ايه لما تلاقي حد بيمثلكم جوه هذا الكيان الكبير جوه النادي الاهلي؟ دكتور مهند الحقيقه يعني هو ما فيش كلام يوصفه الحقيقه، هو بجد اكتر واحد ممكن يسبورت اي لاعب في النادي الاهلي من هو صغير. هو بيامن من كل لاعب مجتهد، ودايما بيشوف ويقول لا انت اتعب وانت هتجيب. يعني دايما دكتور مهند لما ببعت له او اكلمه بيرد عليا ويفضل يقول لي انت هتلعبي وانت هتجيبي وانت هتكسبي، انا مؤمن بيكي. فبجد دكتور مهند يعني هو دايما فخر لينا، ودايما من واحنا صغيرين احنا بنبص احنا عايزين نبقى زي دكتور مهند لغايه ما كبرنا وبقيت اتكلم معاه. فده حاجه كانت شرف ليا كبير قوي ان انا يبقى التواصل ما بيني وما بينه سهل، وهو بجد يعني شخصيه جميله جدا. جميله جدا. طيب خلينا نتكلم عن الميداليات اللي معايا. خلينا ناخد الميداليه الاولى خالص. دي ميداليه في المغرب. دي في المغرب، في رباط 2022 موروكو. دي ايه ده؟ في شهر 5 ايوه انا سافرنا المغرب، كان بريمير ليج، دوره عالميه برضو. طبعا. الحمد لله جبت فيها برونز، بس هي الميداليه دي برضو عندي زي الذهب. ليه بقى؟ لان هي كانت البطوله مجموعات، فانا كانت مجموعتي معايا بطله العالم وبطله افريقيا من اسبانيا ومن تونس. كان معايا في نفس المجموعه، والمجموعه يطلع منها واحد بس، احنا الثلاثه. فكان تحدي بالنسبه لي ان انا اطلع اول واكمل. يعني انا دي مجموعتي، ما فيش حل تاني، هلعب مع الاثنين دول ولازم اجيب. الحمد لله لعبت، وصلت النهائيات، وصلت لغايه السيمي فاينل. الحمد لله انا طلعت اول مجموعتي، انا كسبت تونس الاول، وبعد كده كسبت الاسبانيه اللي هي اول عالم وبطله افريقيا، اول عالم واول افريقيا. المصريات قادمات، محدش هيقف قدامنا. الحمد لله. لا كان تحدي يعني. يعني انت شايفه الميداليه دي عندك ليها قيمه كبيره؟ انا ليا قيمه كبيره، لان انا في ماتش السيمي فاينل انا خسرت من اليابانيه، وكان الفرق ما بيننا ما كانش جامد. كان كام تفتكري؟ كان 2-2 وسينشو. فكان فرق بسيط يعني جداً، فما كانش فيه حاجه يعني. فبس انا كنت قريبه ممكن تكسبي بطلة اليابان. خلي بالك تتكلمي مع يعني مع بطله كبيره يعني. ده حقيقي. فده كان بالنسبه لي ولعبت تالت ورابع على تالت وخامس. لا مفيش عندنا رابع، عندنا تالت وخامس. تالت وخامس. فالحمد لله يعني كانت الميداليه دي بالنسبه لي حاجه جميله. ليها حاجه كبيره. طب خلينا نتكلم عن اللي بعديها. ده الدوري بقى، ده الدوري المصري. يعني دي جمهورية مصر العربية، الاتحاد المصري للكاراتيه، والاتحاد المصري للكاراتيه بطولة الجمهورية. بس خلي بالك انت هنا بتنافسي مصريين. يعني كانت يعني الدوري ما كانش فردي، كان النادي الاهلي هو اللي بيلعب، احنا بنمثل النادي الاهلي في الدوري. ف
فدي كانت برضو كانت جامدة علينا. احنا كنا فرقة بس المشكلة ان احنا كان كلنا امتحانات ومعظمنا اللي جاي من البريمير ليج واللي جاي من اصابه واللي جاي وكده. وكان كابتن حاتم احنا ما بنحبش نخسر، احنا من واحنا ناشئات بنجيب اول طبعا. وكمان كابتن جيانا سابت الفرقه واعتزلت فحسينا بفراغ كبير طبعا. فكل الناس بقى خلاص انتوا هتخسروا انتوا مش عارفه ايه، فكان عندنا اللي هو ايه لا احنا هنكسب وهنجيب الدرع للنادي الاهلي. كانت فين؟ كانت في اسكندرية. اسكندريه وكان اول ماتش سموحه، فكان جامده قوي جامده قوي. ماتش سموحه كان جامد قوي بس الحمد لله يعني احنا كفرقه يعني متنا ان احنا هنجيب الدرع ده. طب لعبت سموحه وبعديها مين في الجمهوريه تفتكري؟ في الدرع في الدوري احنا كنا متقسمين اسبوعين، كان اول اسبوع هنا في القاهره وتاني اسبوع اللي هو كان في اسكندريه. سموحه بعدين لعبنا الشمس بعدين مش فاكره الماتشات قوي بس كان اخر ماتش مع الجيش. فرقة قوية. كنا يعني ما بيننا وما بين الجيش مين اللي هياخد الدرع بس الحمد لله احنا خلص كام ولا مش فاكرة؟ لا مش فاكرة. خلص كسبنا، خلى الدرع طبعا اهو الدنيا بس الحمد لله كل البطولات دي كانت ورا بعضها ورا بعضها بس يعني ما شاء الله. يعني انت في وقت قصير اثبتي وجودك الحمد لله واثبتي وجودك بميداليات، مش وجودك بارقام بس او ان انت بتنافسي منافسة شريفة، لا ده بارقام كمان. ويمكن ده سر يعني سر ان الادارة عندنا مؤمنة بموهبتك ودي حاجه كويسه جدا. طب قولي لي يعني مين في الفرقه معاكي كمان يعني برضو عشان نديهم حق، ومين في الفرقه شايفاهم برضو مؤثرين جدا؟ طبعا اللي كانوا واقفين معانا في الفرقه اللي جبنا فيها الدرع رضوى السيد، ياسمين الهواري، سندس عادل، فاطمه سرور برضو دي بقى من الشباك طالعه لنا وامينه كانت برضو معانا وانا واحنا كنا سته ما شاء الله. طب خليني استاذنك اطلع لفاصل، انا عايز اعرف منك بعض الامور المهمه اللي تخص الاعداد للفتره الجايه. بس اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا مع حبيبه ماجد نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه وصاحبه الذهبيه الدوري العالمي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقائنا مع حبيبه ماجد نجمه طبعا النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر. خليني اقول لكم انه الكاراتيه يمكن نظام المنافسات بتاعته مختلفه شويه، في بطوله عالم وفي دوري عالمي. الدوري العالمي برضو بيشارك فيه نجوم العالم وبيبقى عشان تجيب فيه ميداليه بتبقى صعب جدا، نفس او الحال هو الحال في بطوله العالم. ممكن الكاراتيه بطولاته العالميه كتير، فلما يوصل لاعب مصري انه ياخد ميداليه ذهبيه زي حبيبه ماجد لا يبقى فعلا عمل انجاز وانجاز كبير جدا جدا، خاصه كمان انها بتنتمي للنادي الاهلي اللي خرج ابطال كبار في الكاراتيه. يمكن حبيبه جيلك اكيد بيتفرج علينا مجموعه من الناشئات او اللاعبات الصغيرين اللي هم لسه بيفكروا يلعبوا ايه، انت ليه اخترتي الكاراتيه؟ الحقيقه كانت اختي الكبيره اختارت الكاراتيه بس هي ما كملتش، انا بقى اللي كملت في اللعبه لان انا حبيتها قوي. انا كنت بلعب كاتا الاول قبل الكوميتيه، ودكتور مراد ودكتور محمد حسن هم اللي قالوا لي لا العبي كوميتيه هيبقى احسن لك. ليه؟ عشان مسطول شويه. كانوا شايفين كانوا شايفين حاجه انا ما كنتش شايفاها لسه. فسمعنا كلامهم دخلت كوميتيه. الاول سنه ما كانتش تمام، تاني سنه الحمد لله بقيت اخش في الجمهوريه واجيب فالحمد لله يعني هو ده وجهه النظر والرؤيه كانت صح. ده حقيقي وما شاء الله ذهب في والبطولات ما شاء الله، حتى في الجمهوريه ذهب، في الدوري العالمي الجوله بتاعت موروكو برده برونز، مع يعني برده قصدي اقول ان وجهه نظرهم دكتور مراد عاصم اكيد بيكون طبعا يعني هو الاب الروحي لينا دايما بنرجع له حتى بعد ما بقينا كبار بنرجع له برده اللي هو اعمل ايه اتمرن ازاي اعمل الاب الروحي كل نجوم الكاراتيه. طب خليني اتكلم عن الاسره، انت ليك اخوات لعبوا باسكت بتهيألي لعبوا باسكت وكملوا يعني وصلوا 18 سنه 16 سنه وبعد كده وقفوا لعب. الاكبر ولا الاصغر مني؟ اتنين، انا عندي اتنين اكبر مني وواحده اصغر مني. لعبوا باسكت شويه بس بطلوها يعني بس هما يعني على طول بيشجعوني وعلى طول يعني لسه النهارده كان عندنا فوتوشوت في النادي فاختي الصغيره كانت جت معايا تشجعني اللي هو ايوه انا هاجي اصورك بالظبط صورك ربنا يخليك بعض يا رب. طب قولي لي برضو يعني الوالد والوالده هل وجهوكي يعني برضو عشان في اولياء امور دايما ليه بسال السؤال ده مع كل او اغلب الابطال، في اولياء امور عايز ابنه يلعب مثلا كوره لا العب كوره يبقى مش ماشي كويس في الكوره، هل يعني الـ 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 الاسره الوالد او الوالده وجهوكي للكاراتيه ولا
سابوكي براحتك وادوك حريتك ان انت تختاري اللي انت عايزاه؟ لا، هم بيسيبونا دايما ناخد القرار لينا، ودايما بيسبورت اللي هو اللي تمام انت اخدت القرار ده، انا معاك في فانا دايما بحمد ربنا ان بابايا ومامتي يعني على طول بيشجعوني وعلى طول معايا، حتى في تنظيم التمارين هنعمل ايه الاسبوع الجاي يعني مذاكره اخبارها ايه اللي هو كده كل حاجه يعني. طب مين بيتعب معاك اكتر، بابا ولا ماما؟ أنا الاثنين، بس بابا اكتر. طبعا والله العظيم انا ما رضيتش اقول الاجابه في الكنترول. طبعا البنت حبيبه باباها، طبعا بابا. عارف لما بسال بقى الـ 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 الابطال يعني الاولاد ماما على طول البنت حبيبه بابا. بس خلينا اقول انه البطل او كونك تبقى بطل ده شيء قدري بحت، ولكن ان الاب او الام يحطوك على الطريق الصح هو ده اللي المفروض الاب والام يعملوه. يعني يمكن انت باباك ومامتك ما كانوش في يوم يحلموا او يتخيلوا ان ممكن حبيبه تبقى بطله عالم فيهم، ولكن سبحان الله بيتحقق. صح ولا غلطان؟ ده حقيقي. طيب صعب اوفق بين المذاكره، خاصه انت ان شاء الله تخرجي مهندسه، واللعب، ولا شايفه ده سهل لو بتنظيم وقت عشان الناس اللي بتتفرج علينا واللاعبين واللاعبات الصغيرين؟ هو طبعا بتنظيم الوقت بيبقى كل حاجه تمام يعني. ثانويه عامه برضو انا ما وقفتش تمارين، بالعكس انا فضلت اتمرن لغايه ما قبل الامتحانات، بس هي وقفت امتحان التمارين شويه. لكن طول ما انت حاطط بلان لنفسك، انا مثلا انا هذاكر من كذا لكذا، هنزل اتمرن ساعتين، هرجع اكمل مذاكره، بعد كده تمرين تاني لو في بالليل، بنظم نفسي كمان اللي هو كاسبوع او كاللي هو انا هعمل ايه في الاسبوع كتمارين وكدراسه. فهو ده اللي دايما بيفرق مع يعني. هي تنظيم، هي دايما تنظيم، تنظيم يعني ورغبه قبل كده، يعني انا عايزه اكون كويسه بالظبط، وبعد كده ابتدي اخد بالاسباب اللي هي التنظيم وقتي ما بين هنا وهنا، مفيش وقت. طب انت بتزعلي لما يبقى صحابك مسافرين الساحل ومسافرين رايحين بتتحاجي، انت بتتقلبي طبعا الموضوع زي ده اكيد، تزعلي من حاجه زي كده ولا حاسه ان دي ثمن لازم تدفعيه؟ او انا اي طبيعي بزعل اللي هو انا عايزه اعمل حاجه زي كده، بس بيجي حلمي اللي هو طب والميداليه، لا معلش انا مش هسافر معاكم الساحل، انا في ميداليه انا عايزه اجيبها هنا. فده يعني دايما التارجت او الهدف بتاعي هو اللي بيخليني اللي هو عادي مش مشكله هعملها، يعني حاجه هعملها ان شاء الله، لكن الميداليه دي مش هتيجي تاني، او في السن لما اكبر ممكن ما تحصلش. بالظبط، انا هروح الساحل اقعد بعد كده 5 سنين، انما الفتره اللي انا فيها اخد اكبر عدد ميداليات. بالظبط، لو طول ما انا في التراك فليه ابعد واروح حاجات تانيه، لا اللي هو اكمل ادوس لغايه بقى ما وقت اللي هو انا مش قادره اكمل او ان انا بطل خلاص، يعني هروح الساحل وساعتها. ما شاء الله عليك يا حبيبي، انا عايز اقول لك فعلا ان انا يعني عرفت ليه هم مؤمنين بيك، او المدربين او الاجهزه الفنيه مؤمنه بيك او اداره النادي حتى، لان ما شاء الله انت يعني مشروع بطله. نتمنى ان شاء الله زي جيانا باذن الله، وان شاء الله تبقي كمان احسن. بجد مشروع بطله بجد. شكرا حضرتك جدا والله. لا مش بجاملك بحقيقه. يعني فعلا مشروع كبير جدا لبطله عالميه ان شاء الله. حبيبي بشكرك، شكرا جزيلا. يمكن دي فكرتنا انتهت بس انت مكمله معانا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، وعاملين مفاجاه برضو لابطالنا، واحنا مسمين حلقه النهارده حلقه الابطال، هي برنامج الابطال ولكن هي حلقه الابطال، 4 ابطال عالميين على المستوى العالمي من ابناء النادي الاهلي. هنطلع لفاصل ومجهزين لهم مفاجاه على الهواء. استاذن حضراتكم ما تروحوش بعيد. النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم بيكون مصنع للنجوم والابطال. حلقه النهارده حلقه خاصه بكل المقاييس الحقيقه. معانا 3 ابطال جايين من البحر الابيض المتوسط، بطله حبيبه من الدوري العالمي للكاراتيه، كان لازم نحتفل بيهم ونقدرهم في بيتهم ومكانهم، وقد ايه احنا حاسين بمجهودهم. يمكن احنا سعداء جدا جدا بالانجاز الكبير، اهاب حبيبه اسراء محمد، ونتمنى ان شاء الله ان ده يستمر، وكل قلوبنا كل يعني دعانا معاكم باذن الله. ربنا ان شاء الله يخليكم. ممكن نقطع التورته مع بعض اكيد، بس طبعا نخلي اللاعبات اتفضلوا، تعالوا انتوا بقى الاساس، انتوا الاساس استاذنكم، هم اللي هيقطعوا انتوا مع بعض. ليديز فيرست، خدي طرف الايه التورته كده. ايوه على رفعت الراس، ايوه برافو 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 برافو.
الف الف مبروك، حاجه جميله جدا جدا، ويعني دي حاجه بسيطه عمرها ابدا ما هتعبر عن مجهودكم. يعني محمد انت لعبت وانت مصاب، ايهاب انت مصاب، يمكن برضو اسامه نفس الكلام مصابه وجايين ميداليات، حبيبه الحمد لله ان شاء الله مش هنتصاب كويسين، بس ميداليات في ثلاث ميداليات في ست سبع شهور برضو انجاز كبير، حاجه جيده جدا، ونتمنى لكم في العالم توفيق ايهاب عمل مجد ان شاء الله. ربنا يخليك، بشكركم شكرا جزيلا وانتم شرفتونا. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهارده مع الابطال، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وابطال جداد، مفيش ابطال ومفيش نهايه للابطال جوه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا.